السلام عليكم، ازيك يا اولاد؟ كل سنه طيبين، ان شاء الله تكونوا في احسن حال. بالنسبه لل lectures دي، احنا موضوعها اللي هو الـ Old Ceramic Restoration و Advanced Ceramic Systems. طبعا احنا عارفين الـ Ceramic Restorations وكلنا عندنا فكره عنه. هو دلوقتي في innovations في السيراميكس، ثورة كبيرة جدا، لأنه لحد دلوقتي it is the more aesthetic materials. تمام، بنشوف ال pictures أو ال figures. ده عبارة عن ده anterior أو السيراميك. طيب هناخد فكرة بسيطة عنه كده، historical backgrounds of ceramics. هو كان ايه اصلا؟ لان هو كان material as a material it is used in في استخدامات كتيرة جدا، ومنها اللي هي اللي هنشوف هنا. في عندنا زي مثلا هنا في الفاز، في البينتنجز، في الاول الار بي دي اللي هو ريموفال بارشل دينشرز، التيث سكانت سيراميكس من سنه منذ 1774. فهو مستخدم في استخدامات كتيرة ومن زمان جدا، ولكن حصل فيه تطور دلوقتي to cover or overcome the disadvantage of this material. هنا برضو هنشوف البيكتشرز دي، اللي هو اصل ال compositions of ceramics هو as stocks، وبعدين بيحصل له grindings rocks كدهوت، وبيحصل له grinding، بيحصل له additives materials for strengthening and give another advantage of it. هنا بنشوف زي ال bridge ceramic أو ceramic bridges recently. دلوقتي احنا بنقدر نعمل هنا الصورة الروعة ديت، اللي هنا عندنا كات كام بلوك او بلانك من السيراميك، وبيحصل grinding or milling of the multiple restorations from this block of all ceramic material. هنا شوية كده بسيطة، يعني ان هو معروف ان السيراميك منذ 1887 كان بيستخدم الاول سيراميك ريستوريشن، وكان ساعتها بيسمى البورسلين جاكيت كراونز، ولكن كان بيبقى له ديس ادفانس اللي هو بريتل، فعشان كده بيبقى استخدامه على الريستريكتد تو ذا انتيريور كراونز بس. وكان له تكنيك مخصوص او سبيشال تكنيك فور بيلدينج اوف سيراميك، لان انتوا عارفين دلوقتي سيراميك او انتوا خدتوا في الماتيريالز الكومبوزيشنز هو عباره عن باودر وليكويدز، وبيحصل لهم ميكسينج. تمام، كان في بعض الديس ادفانس ديورينج تكنيكس فابريكيشنز، ومنه اللي هي البوروزيتي او الفويدز within the building of the ceramics، وده اتغلبوا عليه او overcome by by vacuum firing. نحصل في vacuum during firing or centering of ceramic، وده بيقلل او within the air bubbles والبروزي، وده بيديله طبعا strengthening. بعد كده في سنة 1962 كان في porcelain fustometer، وانتوا عارفين طبعا ان احنا البورسلين فيوستوميتر is composed of two layers. one layer from the substructures or foundations بيبقى ميتال، we covered or veneered with ceramic materials for the more aesthetics. بعد كده تطور الموضوع ان احنا عملنا في 1965 ماكلن لقى ان في الالومن سكور بورسلين، احنا عارفين ان هو ديسافانش بورسلين هو بريتل، فقالوا ان احنا ممكن نعمل الكور او الفاونديشنز ده بدل الميتل، بنعمله سيراميكس اولسو، ولكن نون استاتيك سيراميك اللي هو الالومينا. بيبقى البرسنتج اوف الومينا اوكسايد عاليه، وده بيقلل الاستاتيك ولكن بيزود السترينث. وبعدين بنعمل بيلدينج فور ذا فول كونتور او فول انيتمي اوف ذا كراون ويز سيراميك اولسو. تمام، دي في ال بيبين لنا ان هو تسلسل او تدرج في الانوفيشنز او الديفلوبمنتس اوف ذا سيراميك ماتيريال تو اوفركم ذا ديس ادفانس. عندنا هنا في 1980 الانسرام، وصلنا الانسرام سليب كاستنج. هنشوف دلوقتي ان في ديفرنت تايبس اوف اوف سيراميكس، احنا ممكن كلاسيفاي ذا سيراميك اكوردنجلي الكومبوزيشن ده classification و another classification according to the techniques of fabrication of ceramic.
في كاستبول سيراميك دلوقتي من سنة 1980، ده في الكاستبول سيراميك، وفي ليتست في 1990 في الماشينبول اللي هو الكاد كام سيراميك، ووصلنا لحد دلوقتي مع في الكومبوزيشنز تو اوفركم ذا ديس ادفانتج. طيب هنا بيقول لك واي ار سيراميكس ويك، ايه هي الديس ادفانتج اوف سيراميك، او الحاجه اللي هي او الديس ادفانتج اللي هي بتديني كونفانت شويه في استخداماته، ان هو بيبقى بريتل. البريتل يعني الكوفرنس بونز بتوين البارتيكلز بتبقى ات از انكمبليت، بحيث ان هي بتديني شويه كراك بتوين البارتيكلز، خاصه في لما يكون الانفيرومنتس في المويستشر انفيرومنت. هنا الصوره دي بتبين ان البارتيكلز اوف ذا سيراميك ماتيريالز مع الفيوزنج او سنترنج او فايرنج بيحصل فيوزنج او بوندنج بتوين بارتيكلز، ولكن ما بتبقاش كومبليتلي. لو احنا بالذات الاكسترنال سيرفيس لو كان في اي ريجولاريتي او رافنس، دي بتبقى بوينتس اوف كراك ستارتنج، وبيديني فلوينج في الكراكس دي. ده بيقلل الكراك، ده بيعمل extensions within the body of the ceramic، وده اللي بيديني ال brittleness أو fractures of ceramic، وده بيدي كمان weakening في ال tensile strength. يبقى احنا عندنا ان اهم disadvantages في السيراميكس المفروض نحن نتغلب عليها اللي هي ال brittleness أو ال weak tensile strength especially in moist environments زي ال oral cavity مثلا. تمام؟ هنرجع تاني نتكلم عن البورسلين كبورسلين جاكيت كراون، ازاي بنعمل في تكنيك معين شويه كومبليكيتد، ولكن دلوقتي ما بقاش يعني ايه كومن قوي. دلوقتي في انوفيشنز عاليه قوي في الفابريكيشنز في للسرا. طيب هناخد فكره بس بسيطه كده عن الكونفنشنال، اللي احنا بالنسبه لي حاجه اسمها بلاتينوم فويل ماتريكس اللي هي قدامكم في الفيجر ده، بتبقى زي الالومنيوم بيبر كده، وبتبقى سبلايد فروم ذا المانيفاكتشرز على شكل معين، وبنبقى بنحضر الضايقه دي الشكل اهو المعين هنا في الفيجر ايه، بنحضر طبعا الاول الضاي according to عارفين خدته طبعا السنه اللي فاتت how to prepare the dye وبنعمل. طيب هنا الداي هنا دي داي هنا بتبقى ريزن، اوكي طبعا مش ستون. بنعمل adaptation في تكنيك معين او في طريقه معينه للادابتيشن اوف ذيس بلاتينوم فويل على الداي، ان احنا بنعمل تو كاتنج زي ما احنا شايفين، لو لازم هتشوفوا الفيجرز هنا بنعمل تو كاتنج في البريفري في الابر بريفري، وبنعمل بيندنج لبارت بارت منها. شوفي هنا في السي بيندنج وجود ادابتيشن، جود ادابتيشن على الداي لجزء جزء، يبقى بنعمل بيندنج للابر بارت، ذن ذا لاترال بارتس بنعمل وان بارت وان سايد and the other side. التو سايز دول بتوع البلاتينوم فويل بتبقى بنقصها بنوضعها في بوزيشن معين، بحيث ان بتبقى في وان اند لونجر ذان ذا اذر اند، لو احنا شايفين كده وبنمسكهم بالبلايرز اهون، وبنعمل بيندنج للتو سايدز دول. في النهاية الجزء اللي هو اللي بيعمل بيندنج ده وجود ادابتيشن بيرنشنج على الداي ادابتيشن بوجود بورنشنج على الداي، والجزء اللي هو البندد اون ذا باليتال سيرفيس بطول الباليتال سيرفيس من الانسايز الايدج لحد الفينش لاين كروسنج الفينش لاين كمان بيبقى اسمه تينر ايجاي. طيب الجزء اللي هو تينر ايجاي ده عند جزء الفينش لاين بنعمل كاتنج، احنا البندنج ده او الجوينت ده بيبقى حوالي 3 لير على بعضهم لو تنيناهم اكتر من مره، فبنشيل 2 لير من البندنج ده، لان انتم متخيلين التينر جوينتس ده كذا لير 3 ليرز من البلاتينوم فويل. البندنج ده لما بنعمل بيلدنج للبورسلين عليه وبعدين بنشيل ريموف البلاتينوم فويل، دي بتبقى ريموفد افتر فايرنج اوف ذا سيراميك، بتدي فراغ مكان البلاتينوم فويل اللي هي كذا لير، يبقى كل البلاتينوم فويل بتبقى لير واحده كفر اول ذا داي سيرفيس ما عدا الجزء اللي هو التينر جاينت ده،
وده بيبقى 3 الا الجزء اللي هو عند المارجن في البالتال سيرفيس، بنشيل 2 لايرز بحيث يدينيش سمك او فراغ تحت السيراميك، لان ده بيعمل ويكننج ليه. اوكي، ان هنعرف بعد كده ليه التينر جوينت ده او البوزيشن ده بيديني ديس ادفانتج. الجزء ده بيبقى السيراميك فيه سن، ومع الفورس طبعا لو دي انتيرور بارتنج فورس ممكن السيراميك يتكسر، لان السبيس ده مكان التينر جوينت بعد ما نعمل ريموفينج او سكويزنج للبلاتينوم فويل بيبقى فيلد بالسيمنت. اوكي، يبقى السيراميك عندنا سن، والجزء ده بالذات بيبقى فيه فورسز البالتال سيرفيس، فده من ضمن ديس ادفانتج وهنتكلم عليه بعد كده ايه اللي احنا ممكن نتغاضى عن الجزء ده ازاي. المهم بعد ما بنعمل بورنشنج كويس جدا على من البلاتينوم فويل على الداي، بعد حاجه كده بنعمل لها كليننج او اسمها النيلد. النيلد يعني احنا بندخلها او بنعرضها للهب بحيث ان هو يشيل اي او ريموفل اي كونتامينيشنز ليها، عشان اي كونتامينيشن ده هينتقل للسيراميك. تمام، بعد كده بنعمل بيلدنج بقى للسيراميك. طيب احنا ليه اخترنا البلاتينوم فول او ماده البلاتينوم دي ليه؟ ده مهم جدا ان احنا ممكن نستخدمها الومنيوم مثلا، لان دي اكيد الاكسبنسيف، لان ماده البلاتينوم دي بتديني افينيتي عاليه للسيراميك، يعني السيراميك بيحصل جود ادابتيشن عليها، ما بقاش فيه اي اير بابلز مثلا او اي سبيس ما بينها وما بين السيراميك. يبقى الفويل دي زي ما قلنا بنعملها جود ادابتيشن، بنعملها انيلينج، وبعدين بنعمل بيلدينج للسيراميك عليها لاير باي لاير. زي ما انتم عارفين في الماتيريالز ازاي احنا بنعمل بيلدينج للسيراميك. السيراميك اللي هو الكونفنشنال بيبقى عباره زي ما قلنا السيليكا بتبقى باودر وليكويد، بنعمل لهم ميكسينج على جلاس سلاب باي براش كامل براش، وبنعمل بيلدينج لاير باي لاير. وبعدين بنعمل خطوة مهمة اللي هي الفايبريشنز بتاع للسيراميك ماتيريالز دي، ليه؟ عشان اي اير بابلز بتبقى ريزد تو ذا اوتر سيرفيس وممكن ان هي تبان، وبعدين بنعمل بيلدينج للانذر لاير بعديها بتغطي الجزء ده او ما يبقاش فيه اي اير بابلز عليه. تمام، طيب زي ما قلنا احنا لو طبقنا اللي هو الالومينا سكور تكنيك، الالومينا سكور ده بيبقى هو برضو سيراميك ولكن نسبة الالومينوم اكسايد فيه عالية بتديني ستريس، وده بنخلي هو نون استيتيك، فبنخلي الفيرست لاير من السيراميك تبقى الومينا سكور بيبقى سترونج and to carry او ممكن يبقى instead of the metal، يعني بدل الميتال كور. تمام كده، طيب خلصنا من الجزء اللي هو how to build the porcelain jacket crown. ده دلوقتي تطورنا طبعا ال disadvantage بتاعت السيراميك، وهنقول دلوقتي الماتيريالز او types of ceramics in recent حصل ازاي. طيب هنرجع تاني لل all ceramic restoration as a restoration، يعني له advantage ل disadvantage. ايه الادفانتج بتاعت الاوستراميك؟ طبعا اكيد السوبر استيتيك، لحد دلوقتي ما اكتشفوش اي حاجه استيتيكالي ذان دي سيراميك ماتيريال، الترانسلوسنسي بتاعتها كويسه جدا، الاستيتيك ممتاز. طب كمان من ضمن الادفانتج اللي هو انورت ماتيريال، في جود تيشو ريسبونس، ما بيعملش انفلاميشن especially if it is glazed، ما بيحصلش accumulations الفود عليه، ما بيدينيش اي irritation او اي discoloration للجنجفة او soft structures اللي حوالي، خاصة اذا كان في عندي subgingival finish line. طيب ايه تاني advanced all ceramic materials؟ slightly more conservative reduction of the facial mesh. اتول الاول سيراميك ات از نون كونسرفتيف، لان احنا بنحتاج اكيد طبعا انتوا عارفين ان المارجن مينيمم بيبقى 1 ملم، ولو انسايز الايدج او الاوكلوزل بندي ريدكشن اوف 2 ملم، ولكن احنا ممكن نعتبره ان هو مور كونسرفتيف ذان فور بورسلين فيوز تو ميتال، لان انتوا عارفين البورسلين فيوز تو ميتال بنحتاج سبيس سبيشالي في الليبيال سيرفيس، بنحتاج ريدكشن اكتر عشان تو اكوموديت الميتال اند كفرد سيراميك لايرز. هو ريستور برضو من ضمن الادفانتج اول سيراميك ماتيريال، ريستور فانكشن اند جيف ماكسيمم ريتينشن،
بيديني فانكشن كويس جدا، especially في recent types of ceramic بيبقى strong كفاية ان انا ممكن استخدمه في posterior restoration. كان زمان ما بقدرش استخدمه في posterior restoration، استخدمه في anterior زي ما قلنا البورسن جاكيت كراون، ولكن حاليا انا ممكن استخدمه في posterior restoration، ممكن استخدمه as a bridges كمان multiple restoration. هاي color stability دي advance مهمة جدا جدا في السيراميكس، ما بيحصلوش discolorations. ولو كونتاكتيفيتي برضو ما بيوصلش التمبريتشر تشينجز سواء هوت اور كولد درينكس اور فودز تو ذا بالب اور سوفت تيشو اوف ذا اورال كافيتي. طيب بعد كده اي ماتيريال زي ما احنا قلنا ليها ادفانتج ديس ادفانتج، بيحصل الانوفيشنز او الديفلوبمنتس في اي ماتيريال زي ان احنا بنشوف الديس ادفانتج بنحاول نتغلب عليها بطرق المانيفاكتشرنج. اوكي طيب عرفنا دلوقتي الادفانتج اوف اول سيراميك ريستوريشن. طيب ايه بقى الديس ادفانتج بتاعتها اللي احنا عايزين نعرفها كويس قوي ونشخصها وندققها عشان اوفركم اوف ات؟ among the least conservative اللي هي الديس ادفانتج نمبر 1، زي ما قلنا least conservative preparation، احنا قايلين في الادفانس ان هو conservative than the porcelain fused stomata، ولكن as a general it is least conservative زي ما قلت لكم، بيحتاج reduction جامد لان انا زي ما قلنا السيراميك ماله brittle و low tensile strains. يعني ايه low tensile strains؟ يعني احنا عايزين thickness عشان يديلي strains، يبقى least conservative، يبقى احنا ما نتلخبطش. as advanced هو الايه more conservative than the porcelain fused stomata ولكنه at all as a least conservative. طيب proper preparation design is critical to ensure mechanical success. زي ما قلت لكم ان السيراميك هو ماده ممتازه، ولكن زي ما قلنا في disadvantage اللي هي low tensile، فاحنا محتاجين thickness enough، احنا قلنا minimal 1 مليمتر تمام في عند الفينش لاين، وممكن ان احنا نستخدمه مثلا اقل ولكن في نون ستريس يعني. دي برضو بتبقى كريتيكال، عايزه سكيلفول شويه من الدنتست ومن التكنيشن. طب ايه كمان ديس ادفانس؟ ريديوس ذا ستريس كومبير تو سيرامو ميتال. ممكن ديس ادفانس دي احنا تغلبنا عليها في الريسنت تايبس زي الزيركون دلوقتي، هو قوي جدا تمام. طيب وير هاز بي نوتست اون ذا فانكشن سورسز اوف ذا ناتشورال تيس. من عيوب البورسلين اللي هو هارد ذان ذا توث ستراكشر، حتى الانامل رغم ان الانامل هارد ولكن برضو هو ممكن يعمل لي اتريشن اذا كان اوبوزنج الناتشورال تيس، ممكن يحصل في ديورنج فانكشن يحصل اتريشن للانامل. طيب وين يوزد از فيكسد بارشل دينشورز؟ يبقى احنا قلنا دلوقتي في recent types of ceramics انا ممكن استخدمه مش بس single restoration crowns لا، ولكن ممكن استخدمه كبريج، ولكن هنرجع تاني نقول ان هو لانه brittle material، لان low tensile strength بتاع للسيراميكس، عشان كده بنحتاج thickness. يعني في حالة البريج احنا عندنا اي بريج بيتكون من ايه يا جماعة؟ بيتكون من pontic وretainer وconnector. الكونكتور دي في البورسلين فيوز تو ميتال بتبقى ميتال وممكن فينيرد بالسيراميك، ولكن لو كان البريدج ده اول سيراميك ريستوريشن يبقى معناه ان كل جزء من البريدج بيبقى سيراميك، ولاني انا محتاجه سترينس عاليه بالذات في الكونكتور سيرفيس، فانا بخلي الكونكتور ده ايه لازم يكون باكو لينجوال وكلوزو جينجوال ثيك، يعني لحد دلوقتي 4 باي 4 مثلا مليمتر، وعشان اخليه بالدايمنشنز ده بيبقى كبير، او احنا عارفين منطقه الكونكتور دي اللي هي فيها ايه الانتردنتال بابيلي بتوين ذا تيس، والانتردنتال بابيلي بتاخد شكل ايه شكل الهرمي المدببه، فانا لو عملت الكونكتور كبير فممكن بيعمل لي ايه بيعمل لي كومبريشن، او ما بيديش سبيس انف تو اكوموديت البابيلي، فممكن يبقى كومبريزد عليها، ممكن بعد كده يديني انفلاميشن. يبقى دي الايه الديس ادفانس. عرفنا الادفانس في السيراميكس وتركز لي على الاهم اجزاء فيها والامبورتنت ديس ادفانس واهم تمام كده. طيب اي حاجه طبعا انتوا عارفين دلوقتي خدتوا انتم من سنه ثانيه بقى وثالثه كل حاجه في انديكيشن كونتر انديكيشن وادفانس ديس ادفانس الكلام ده كله، لان كل حاجه لازم تستخدم في مكانها الصح، يعني حتى لو كانت حاجه كويسه اتس بيرفكت، ولكن
it is not indicated في بعض الحالات ما استخدمتش في مكانها المظبوط مش هتديني الاوبجكت او التارجت اللي انا عايزاه. طيب ايه الانديكيشن؟ امتى استخدم انديكيشن؟ يعني when I can use this is restoration or this material. امتى؟ لما يكون عندي، احنا قلنا لما اشغل او اوظف الادفانس بتاعتي. ايه هي اهم ادفانس بتاعتي؟ اللي هي الاستاتيك، مش كده؟ يبقى انا الانديكيشن لما يكون عندي منطقه زي استاتيك، عايز استاتيك عالي جدا فانا لازم استخدم اولد سيراميك، يبقى where high aesthetic requirement exists and no other more conservative restoration is indicated. يعني مثلا لو اقدر استخدم restoration conservative اكتر ويديني استاتيك عالي استخدمه، ولكن طبعا مفيش حاجه اكتر استاتيكالي من السيراميك. طب تاني حاجه considerable proximal and facial care that can be no longer be successfully restored by composite resin. يعني لو عندي مالتيبل مثلا، انتوا عارفين الكومبوزيت فيري اكسلنس فور ذا هو استيتيك ماتيريال فور ريستوريشنز اوف كيرز اور فراكشرز اور لايك ذات، بات ات از اي في مينيمالي لارج. لما يكون عندي مالتيبل ريستوريشن يعني في كيرز كتير في كذا سورسز اوف تيتوسي، افضل ان انا استخدم ريستوريشنز سيراميك ريستوريشنز as a veneer, as a crown, as a like when indicated the case. Favorable distribution of occlusal load ودي طبعا ان هي لو بتعتمد على الاناتومي. طبعا لو احنا استخدمنا occlusion صح، لما relations صح، بيبقى distribution للocclusal load ما بيعملش ستريس في اماكن معينه واماكن. ايه تاني indication يا ستي؟ بيبقى can be used as individual restoration، ممكن استخدمه كراون، ممكن استخدمه انلي، ممكن استخدمه اونلي، تمام؟ ممكن استخدمه كبريدج في نفس الوقت. طيب الفراكشر انتيريور تيس ممكن امتى استخدمه؟ مثلا عندي فراكشر توس وكان كانت بي ريستورد باي كومبوزيت، مثلا استخدم كراون. discolored anterior لو انا عندي discoloration في الانتيور تيس، مثلا diffused في multiple تيس، ممكن استخدم السيراميكس. بالذات دلوقتي حديثا ان انا لو التوس بالكي وكويس strong sound to structures اعمل veneer يبقى كويس جدا. لو عندي بالذات البوستيريور ويكند توث باي روت كانال تريتمنتس، ممكن اعمل لها كفرنج بالسيراميكس ريستوريشنز. مالفورمي توث طبعا الحاجات اللي هي اللي انا ما اقدرش اصلحها مثلا بالاورثو، ممكن حاجات ممكن اصلحها بالسيراميك ريستوريشن. لو كانت في الاوكلوزال ممكن اصلح في اوكلوزال فينير، في الانلاي، في حاجات كتير. الحاجات اللي ممكن اصلحها بالسيراميك ماتيريالز بتتصلح مع زي ما قلنا. امتى نستخدم سيراميك ريستوريشن؟ امتى ما نستخدمش؟ when I can't use the ceramic restoration when more conservative restoration. يعني انا لو عندي small curious cavity ممكن استخدم composites فيه، مش لازم استخدم ceramic restoration، تمام؟ لو عندي منطقة مثلا posteriors او مش محتاج الاستيتيك قوي، وهتبقى مثلا لو استخدمنا older ceramic restoration هتبقى it is less conservative، ممكن استخدم metal ceramic restoration especially اذا كان في اللي هو short teeth او الاوكلوجن مش مظبوط او كده، فممكن استخدم metal ceramic restoration. الحاجات اللي هي الاماكن اللي contra indication يعني ممكن استخدم حاجة بديلة. unfavorable distribution of occlusal load لو عندي الاوكلوجن مش مظبوط، ممكن السيراميكس طبعا مش هقدر استخدم السيراميك ريستوريشن. ايج تو ايج ديب بايتس الحاجات دي ما بتبقاش فيفربل ان انا استخدم سيراميك ريستوريشن فيها. البروكسيزمال هابتس باد هابتس زي النيل بايتنج والبروكسيزم الحاجات دي، طبعا السيراميكس ات از انفيفربل في الكيسز دي. اوكي كمان من الكونترا انديكيشن يا جماعه، احنا قلنا ان بنحتاج احنا ريدكشن مينيمم في الاوكلوزال او الانسايزف، بنحتاج حوالي 2 مليمتر، وده مور ريدكشن سبيشالي في
اليونجر بيشنس بيبقى في لارج بالب هولز، ولو اخذنا الكميه دي ممكن دي يعمل لي مثلا اكسبوجر، فما يفضلش ان انا استخدم السيراميك ريستوريشن. بيشنت ويز شورت كلينيكال زي ما قلت الكراونز شورت، وما اقدرش اخد الكميه دي الاماونتس اوف ريدكشن 2 ملم فروم اوكلوزالي، ممكن استخدم ميتال سيراميكس. سنتي سباكولينجوال برضو ما اقدرش اخد ليبيال كونفرن ليبيال ريدكشن جامد، فممكن استخدم حاجات بديله. تمام، احنا كده عرفنا الادفانس اوف سيراميك ريستوريشنز، الديس ادفانس اوف سيراميك ريستوريشن، الانديكيشن وين اي كان يوز سيراميك ريستوريشن وين اي كانت يوز سيراميك ريستوريشن. طب نرجع تاني، احنا قلنا دلوقتي حصل انوفيشنز او امبروفمنتس او ديفلوبمنتس في السيراميكس، بحيث ان احنا نعمل ايه؟ نحن اوفركم الديس ادفانس اوف ذا سيراميك از ا ماتيريال، وكمان الفاسيلتي اوف فابريكيشنز تكنيكس، بحيث نوصل لاحسن حال. احنا عارفين دلوقتي ان السيراميك اتول بيتكون من ايه؟ اللي هو الفيلسبار والكوالين والكوارتز، يعني هي عباره عن شويه اوكسايدز كومبايند مع بعضيها، مينلي بتعتمد على السيليكون اوكسايدز، وفي الومنيوم اوكسايد وبوتاسيوم اوكسايدز والكلام ده كله، بحيث ان احنا نعمل كومبوزيشن ويديني الميكستشرز اللي هو. طيب هنا بيشوف ايه هو الفيلسبار وايه هو الكوارتز والكوالينز. الماتيريالز دي طبعا اكون المفروض ان انتم تكونوا عارفينها من البروبرز اوف ماتيريال، درستوها سنه اعدادي واولى، عشان تقدر نعرف الفرق ما بين الريسنس ماتيريال او الامبروفمنتس اللي حصلت. ايه الفيلسبار ده؟ عباره عن ناتشورالي اوكيرنج جلاس، هو عباره عن جلاس. اوكي، فيلسبار ار ميكشر اوف بوتاسيوم الومينا سيليكيت اند صوديوم الومينا سيليكيت. طب الكوارتز ايه هو؟ اكت از سترينث، فايده الكوارتز هو بيديني سترينث للسيراميك. is present as a fine crystalline dispersions through the glassy face. يبقى احنا عندنا faces glassy face اللي هي الماتريكس، وفي قلبيها particles اللي هي بتديني الاسترس. تمام كده؟ طيب الكوالين دوت هو عباره عن aluminous silicates hydrated بيديني body للميكس بتاع الايه الparticles مع بعضين. الشيف ديسادفانتج اوف ذا ايرلي ريستوريشنز ووز زير لو سترينث. هنبقى نقول تاني الديسادفانتج ايه هي؟ لو سبيشالي ذا تنساي ليميتد تو يوز تو فلو ستريس سيتويشن ساتش از انتيريورتيز، وتو برنسبل ديفيشنسيز ار يوجوالي انكونترد ان دنتال سيراميك اللي هي البريتلنس واللو تنسايل سترينث. ده بنرجع نعيد، هو بيقول لك هنا عشان نقدر هاو تو اوفركم ذيس از ديسادفانتج. طيب عايزين الامبروف السترينث دي نعمل ايه؟ Number one approach was using two ceramic materials. احنا عايزين overcome the weakness، يبقى احنا نستخدم جزء high strength، ولكن احنا لما نزود ال strength هتبقى non-aesthetic، لان احنا بنزود ال strength ازاي؟ بنحط crystals او failures او materials بزود ال strength، وعادة كل ما زودنا ال failures او ال crystals دي اللي بتديني strength بتقلل ال aesthetic. يبقى احنا عايزين ايه؟ يبقى في طريقه وان ابروتش عشان انكريز السترينث، ان انا اعمل السيراميك او فابريكيت او بيلينج سيراميك على تو تايبس، وان نون استاتيك وده اللي هو الكور زي لايك الالومنيوم سكور كده، وفينير ده بنعمل الجزء الخارجي او اللاير الخارجي اللي بتديني استاتيك سيراميك تبقى لو سترينث شويه، يبقى ده ابروتش بتاعي. طيب ذا اذر ابروتش ايه؟ الطريق الثاني ان انا احسن من السيراميك ماتيريال اللي هي ديفلوبينج هاي سترينث ويز جود استاتيك سيراميك، ان انا اخليه استاتيك وفي نفس الوقت اخليه هاي. البريتل ماتيريال ساتش از دنتال سيراميك كونتين ات ليست تو تايبس اوف فلوز. الديفكت او الديس ادفانتج دي بيحصل لي اما انا لازم اعرف الديس ادفانتج هي عشان اتغلب عليه. اهم ديس ادفانتج بتاعتي اللي هي ايه؟ الكراك او الفلو. طيب الكراك والفلو دي بتحصل لي عن طريقتين، يا اما فابريكيشن يعني طريقه البيلدينج او السنترنج، او الانفايرمنتس اللي في السيراميكس او استخدامه ممكن يديني الايه. طيب هنشوف الفابريكيشن ديفكت. اثناء الفابريكيشن التصنيع ايه اللي ممكن يحصل؟ ده الديفكتس دي اللي هي فويدز، انتوا عارفين فويدز يعني فقاقيع هواء، بتبقى اثناء السنترنج. احنا قايلين هو ايه السيراميك ده عباره عن ماتريكس وفيها بارتكلز او كريستلز، اثناء السنترنج بيحصل فيوجن بتوين الايه الكريستلز دي، في مناطق الفيوجن بتوين كريستلز دي ممكن يحصل فراغات،
يبقى الكريستالز دي عايزه كوندنسيشن كويس قوي، تمام؟ يعني ايه تبقى متماسكه ببعضها؟ ازاي بتحصل الحكايه دي؟ بتبقى ايه اثناء البيلينج زي ما قلنا بنعمل فايبريشن، واثناء السنترنج بنعمل فاكيوم بحيث يعمل لي ساكشن للفويدز دي. يبقى فويدز اور انكلوجنز جنريتد ديورنج سنترنج، بنعمل كوندنسيشن كويس ونعمل فاكيوم. اذا عملنا بيلدنج للسيراميك بالطريقه الكونفنشنال اللي هي الهاند، عارفين لو فاكرين بالبراش، كامل براش بنعمل فايبريشن على الايه اللي هي السوريتد. في عندنا لو انتوا فاكرين الانسترومنت، هاند انسترومنت، في حاجه اسمها الواكس كارفور، بتبقى الهاند بتاعتها فيها سوريشنز. احنا بنمرر الداي او الجزء بتاع اللي احنا عملنا عليه بيلدنج للسيراميكس عليها كده، بتبقى فايبريشن خفيف قوي، بتديني فايبريشن. دي بتعمل ايه؟ بتعمل اليفيشن او ريموفنج للاير بابلز جوه السيراميكس على السورس الخارجي. طيب يبقى بنعمل كوندنسيشن كويس قوي للسيراميك باي هاند. بيقولوا او شافوا ان 5.6% by sintering under vacuum change to 0.56% porosity of volume. البروزي او اللي بتبقى داخل او ما بين الكريستلز اوف سيراميكس دي في العادي من غير فاكيوم بتديني شرينكج جامد جدا، وبتديني زي ما قلنا كراكس فيه وكده. فاحنا لو عملنا فاكيوم فبتقل نسبه البوروزيتي دي او الاير بابلز دي بنسبه عاليه جدا زي ما قلنا هنا من 5 ل 0.5. طيب هنا جايبين صوره كده زي ما قلنا، هنا بنقول ان بيورينا الكراكس ممكن تحصل ازاي في السيراميكس. Develop within ceramic upon cooling in leucite containing ceramic. الليوسيت دي كريستلز داخل السيراميك، ده من نوع من انواع الكريستلز بيديني سترينث للسيراميك. فبيحصل ايه؟ بيحصل within ceramics دي او between particles اللي هي الليوسيت containing ceramic due to thermal contraction mismatch between the crystals and the glazing matter. يعني من ضمن اسباب الكراكس او الفلوينج بتوين الكريستلز ان مفيش ماتشنج في الثيرمال كونتراكشن. يعني الليوسيت دي اللي هي البارتكلز دي بيبقى فيها ثيرمال كونتراكشن او بتنكمش بطريقه معينه او بنسبه محدده مختلفه عن نسبه الكونتراكشن للجلاسي ماتريكس. احنا قلنا ان في تو فيسز، في الجلاسي ماتريكس وجواها البارتكلز او الكريستلز دي زي الليوسيت ده، يبقى الثيرمال كونتراكشن مختلفه ما بين الجزئين دول في جوه السيراميكس. ده بيديني ايه بقى؟ بيديني كريكس ما بينهم ديورينج سنتر. عيوب اللي احنا بنتكلم دلوقتي في عيوب ايه او الديس ادفانتج للسيراميك، خلاص. طيب في حاجه ثانيه اللي هي السيرفس بقى، الكراك دي بيجي على السيرفس. طب ايه سببه؟ او بيشوف هنا في جزء هنا اون كولينج فروم ذا فورنس، اما بنيجي نحصل له كولينج السيراميك لما بيبقى مخرجه اوت اوف ذا فورنس بيحصل له كولينج. الكولينج بينتقل من درجه حراره لدرجه حراره، فبيحصل ايه؟ بيحصل كراكس على السورس. لو ثيرمال كوندكتيفيتي اوف بورسلين، ذا اوتسايد اوف ذا بورسلين ويل كول مور رابيدلي ذان ذا انتيرير، لان السورس على الخارج بيحصل ايه؟ بيحصل ان هو بيحصل له كولينج than the internal surface من البورسلين. طب ايه اللي بيحصل؟ the porcelain has low thermal conductivity لانه ما بيوصلش، هو موصل غير جيد لدرجه الحراره. the outside surface contract more than the inside، تمام؟ فبيحصل ايه؟ بيحصل compressive load ما بين الخارج والداخل من السيراميك بادي، بيحصل فيها اختلاف ما بينهم، فبيحصل ايه؟ الكراك ده. لود اون اوتسايد يبقى السيرفس الخارجي بيتعرض للجو الانفيرمنتس الروم تمبريتشر مثلا، الجزء الداخلي بيظل التمبريتشر فيه عاليه، فبيبقى في اختلاف فبيحصل كراك ما بينهم، تمام؟ انتيريو از بينج بريفنتد فروم شرينكج باي ذا اوتسايد سكين، بيبقى في طبقه خارجيه كده موصول درجه الحراره للانترنال سيرفس بتاعه، تمام؟ يبقى ده احنا قلنا دي ايه العيوب او ديس ادفانس للسيراميك لو عملنا له بيلدينج باي هاند، يعني انت عملت ميكسنج بايدك كده وحطيته في الباكيوم وكلام ده. طيب في الميلنج بقى، يعني في الكات كام البلانك اللي بتجيني، الجزء اللي بيجيني ده بيحصل فيه كراك ليه؟ هو اصلا هو المفروض ان هو معمول له مانيفاكتشرنج في وفابريكيشن كويس جدا وكوندنسد، انما بيحصل برضه ليه؟ لان انا انتوا عارفين هو بيبقى جزء بلانك كده وبيحصل له بنعمل فيه ميلينج او كاتنج برضه بالبورز
او بالتولز دي. ممكن اثناء التولز دي او اثناء الميلنج بيحصل كراك بار دي امتى؟ لما تكون ضل التولز دي او الكاتنج تولز دي بتبقى ضل يعني بارده، ما هيش فاين كويس قوي، بتبقى او مش شارب كويس، فبتديني ايه برضو الريجولاريتي او كراك ماينور كراكس في السورفس بتاعها. ميلنج هارد بري سنتر بلانك، احنا عندنا انواع هنعرف بعد كده ان السيراميك ده البلانك او الجزء اللي بيجيني ده على بعضه ده يا اما بري سنتر هو معمول له سنترنج اوريدي في المانيفاكتشر، او ان انا بيبقى فيه بارشل سنتر يعني انا اعمل له ميلنج وبعدين اعمل له سنترنج تاني. فبتبقى بالذات اللي هي ايه البري سنتر دي بتبقى خلاص انا مش هعمل لها فيوزنج او سنترنج تاني، فالكراكس اللي بتحصل ما بتتحلش. يعني لو حصل كراك مثلا او ماينور كراك اثناء الميلنج او الكاتنج دي وبعدين انا بدخلها تاني اعمل لها سنترنج، ممكن الايه الكراكس دي بتبقى فيوزنج وبتتقفل. انما لو البري سنتر دي بلانك دي مشكله لان الكراكس ماين. طيب احنا هنحل الموضوع ده ازاي؟ قلنا ان احنا هنعمل سترينسنج ميكانيزم اوف ذا دنتال سيراميك انتروديوسنج ريزيديوال كومبريسيف ستريس انتو ذا سيرفيس اوف ذا ماتيريال انتربشن اوف كراك بروباجيشن ثرو ذا ماتيريال. يبقى بطريقتين، يا اما اعمل ريزيديوال كومبريسيف ستريس اخلي فيه ستريس داخل البادي اوف ذا ماتيريالز ازاي هنقول دلوقتي، او اعمل ايه كاتنج للرو بتاع الكراك ده، اخلي الكراك ده حتى لو بدا اعمل له كاتنج عشان ما يحصلوش فلوينج او يستمر خلال البادي اوف ذا سيراميك. طيب هنعمل احنا هنعمل انتروديوسنج كومبريس ستريس ازاي؟ The poor mechanical behavior of the ceramic is due to propagation of crack from the surface flow deep inside. احنا لو بصينا على الكراك ده بيحصل ازاي، لو حصل على السيرفس الخارجي وايه ويقوم flowing في الديب انسايد بنحصل بنعمل ايه؟ introducing residual compressive stress into the surface of the material could be accomplished بايه؟ ثلاثة reasons. نمرة واحد، يا اما كيميكال تمبرينج باي ايون اكسشينج، احنا بنحطه في انفيرنت معين او في ماتيريالز معينه بيحصل ايون اكسشينج، يحصل الايونز دي بيحصل لها اكسشينج مع ايونز ثانيه تديله سترينث اكبر، او ثيرمال تمبرينج بنعالجه بدرجه الحراره بطريقه الثيرمال بحيث برضو ان هو يديني ريزيست او انكريز الكومبريسيف سترينث، او كوفيشن ثيرمال اكسبانشن السيرفيس جليز، او بتعامل مع السيرفيس اغطيه بطبقه زي الجليز كده بانها تمنعني الكراكنج اصلا هو يبتدي على السيرفيس. طيب نمره واحد كيميكال تمبرينج ازاي؟ هنشوف بيقولك الـ principles of chemical strengthening. أنا عايزة أقوي chemically relies on exchange of small alkaline ions for large ions. يعني الأيونات اللي هي جوه composition of ceramic بعمل exchange، الصغير بحط بداله large ions below the strain points of the ceramic. خلاص يبقى الأيونز ببدل الصغير بالكبير. الكبير دي هنشوف هتعمل لي إيه، بتعمل زي كاتنج برضو كاتنج للفلو اوف كراك، ما بتخليش الكراك فلوينج within the all surface all internal structure of the ceramic. زي ايه؟ صوديوم containing glass is placed in a pass of molten potassium. شايفين؟ يبقى انا بحط الماتيريالز او السيراميكس دي في pass of molten potassium nitrate في درجة حرارة 400 ديجري سنتيجريد اكسشينج، بيحصل اكسشينج الصوديوم بالبوتاسيوم ويل اوكير از ذا سيرفيس اوف ذا سيراميك. يبقى احنا حاطين السيراميك فبنبدل يحصل ايون اكسشينج، بياخد البوتاسيوم بيدخل مكان الصوديوم، البوتاسيوم حجمه اكبر فبيقفل لي الفراغات اللي ما بين البارتيكلز، يحصل تلاحم بحيث ان يحصل ايه انتربشن للفلو. طيب ايه تاني؟